عاوزه اعيش كلبي، عاوزه اعيش بالجذبه القديمه بس عايش. ابن البقرة سلم على عم مقبول. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وما رجعتش تاني. ولحد امتى بقى هنعقد اجتماعاتنا المهمة كده من غير ما نبص في خلقة بعض؟ لحد ما نتجوز ويلمنا بيت. زعلتي؟ لك حق تزعلي طبعا وتعيطي كمان. انتوا بتكلموه كانه زيه بالظبط، كانه ما عملش حاجه. عجمي سيد الناس من جيبه هيبني.